والاضافه اللي كاين كاين هو هو كاين محطات اولا قانونيه خصنا نضلوا فيها وندافعوا عليها باش لاكتساب الحقوق او للحصول على الحقوق المنصوص عليها. كاين الجانب الثاني هو ديال التكوين ديال هاد المدير والمدير العامين باش يمشيو مع الوقت ومع التطور اللي كتعرفوا الاداره والتطور اللي تعرفوا المجتمع ككل. ثالثا تاهيلهم بواحد الشكل كبير باش يصبحوا هما مكونين نظرا للتجربه الطويله اللي راكبوا على المستوى التدبير اليومي. وكنظن الان على المستوى الافريقي كاين الاكاديميه الافريقيه وكاين المديريه ديال التكوين ديال وزاره الداخليه اللي هما تيحفظوا هذه الاطور نظرا للخبره ديالها والمهام ديالها المواضيع متعدده لتدبير المدن. فكيحلوا الان باش يطوروا ويصبحوا مكونين لانهم يكونوا واحد النقطه اضافيه ويكونوا فعالين بحكم الممارسه ديالهم والاطلاع ديالهم على الملفات اليوميه والصعبه واللي بعض الاحيان القانون كامل كيكون كيشير ليها والاجتهادات التي يقوموا بها واللي كتدخل في اطار الحكمه الجيده. كنظن هذه اشياء اللي تطور من القيمه المعرفيه للمدير العام المصالح المؤسس مدير العام المصالح او المدير المصالح. تمويل الجمعيه، شوف الجمعيه كالجمعيات الاخرى التمويل ديالها ما نقدرش نطلبوا بلا وضوحها تصبح من الجمعيات، ولكن كاينه الجمعيه ديال رؤساء الجماعات اللي هي سابقا والحاليه الان اللي كتبدد ورغبه باش تشتغل معنا وهذا مهم لان وهنا كيبين لك ان تطور الاشياء اصبحت مؤسسه المدير العام وديال الرئاسه داخل المجالس هي كتشتغل في نفس النسق ما بقاش ذاك التعارض وديك المشاكل الكثيره. كاين وزاره الداخليه من خلال المديريه العامه للجمعيه العليا هي اكبر ممول وهي كتبغي تعاون جميع الفئات الوظيفيه اللي يمكن لها دير اضافه وتطور العمل وتقوم بالتجويد ديالو. وكاين المنظمات الدوليه الان عندنا الاكاديميه الافريقيه عندنا المنظمه الافريقيه اللي هادو مستقرين في المغرب وباغينا نشتغلوا معاهم. حنا الان وقعنا واحد التنظيم ديالنا على مستوى فعال كنظن التجؤوا اليوم وكنظن الخير امام والاشياء اللي كتعطينا التفاؤل اكبر من الاشياء اللي كتعطي التشاؤم والله المعين للجميع. هذا بالنسبه للندوه الندوه كاين هذا مطلب ديال الاخوان ديال جميع المديرين العامين اللي طلعوا لهنا بغاو يلقاو قنوات الحوار من غير القنوات القانونيه اللي هي جمع عام او اجتماع المكتب. فالندوه الان الاقتراح تم اول اتفاق على التاريخ اللي هو نوفمبر باش يكون الاخوان عندهم متسع من الوقت ويضمنوا الحضور وما تكونش الاجتماعات او الدورات داخل المجالس تكون انتهت اللي كتكون في شهر سبتمبر. والمواضيع والخبراء اللي تدخلوا في الان سيتم تحديدهم لاحقا من طرف المكتب وتكون في اماكن اللي تصلح لاستقطاب واحد الالف ولا اكثر من جميع المديرين والمديرين العامين للمصالح ديال المملكه باش يجيو يحضروا ويدليو بالدلو ديالهم ويتفرقوا في اطار ورشات ولجان باش يقدموا مقترحات فعاله ونابعه منهم باش توصل ويعبروا على الراي ديالهم ما يروج في مدنهم وجماعاتهم وقراهم وفي في المسائل كل التنمويه ديال المغرب. وشكرا. انا جيت حضرت لهنا لهذا الجمع العام باش نجدوا المكسب ديال الجمعيه ويعني الجمعيه هي في حاجه زعما المديرين العامين والمديرين المصالح هم بحاجه ماسه لواحد الاطار اللي كيجمعهم باش يقدروا يدافعوا على المصالح ديالهم. وهاد يعني المهنه يمكن المحاماه سميوها مهنه المتاعب يمكن في القطاع الخاص هذه مهنه المتاعب بالنسبه للقطاع الجماعات او القطاع العام. علاش؟ لحقاش بالنسبه للجماعات هي اللي كتادي خدمات القرب يعني هي اللي عندها واحد التواصل مباشر مع المواطنين يعني هي اللي كتكون في تواصل مباشر يومي مع المواطن وهذيك هي الوجه ديال الاداره المغربيه بصفه عامه. يعني هذاك المدير ولا مدير عام المصالح على العاتق ديالو واحد الثقل صعيب اللي ما كيخليلوش الوقت باش يدافع على المصالح ديالو. هو في نفس الوقت واحد الاطار اللي مازال عاد جديد بناء على المقتضيات الجديده ديال القانون التنظيمي الجديد 113/14 واللي تعيينات لحد الساعه هي مازال تعيينات مؤقته يعني هما مديرين ومديرين عامين المصالح بصفه مؤقته وكيشتغلوا في واحد يعني ظروف جد صعبه حيت خاصهم يعني يكونوا عندهم واحد يعني يكونوا دبلوماسيين بغينا نقولوا حيت كيتعاملوا مع سياسيين ومنتخبين وفي نفس الوقت خصهم يكونوا اداريين وقانونيين في التعامل ديالهم مع الموظفين. يعني هي مهنه جد صعبه وما كتخلي لهمش الوقت بزاف باش انهم يدافعوا على حقوقهم ومصالحهم. والجمعيه هذا هو الاطار اللي ممكن ان يكون واحد التواصل مع المصالح المركزيه ديال وزاره الداخليه من اجل الدفاع عن الحقوق ومن اجل وضع واحد الاطار صحيح لهذه المهنه من اجل الرقي بالوظيفه الجماعيه والوظيفه الترابيه بصفه عامه.
وانا جد سعيده هذا النهار الحضور ديالي لهذا الجمع العام، وكان نجدد الثقه ديالي في السي عبد الرؤوف اللي هو في نفس الوقت مدير عام المسارح ديال جامعه سلا، نظرا للتفاني والمجهود اللي كيبذلوا في الخروج يعني بواحد يعني الدفاع على المسارح ديال المديرين والمديرين العام بين الجامعات بالخصوص، وكانوا يركز عليها ان هاد الناس اللي خدامين في هاد المهنه ما عندهمش الوقت باش يدافعوا على مسارحهم، يعني هذا وقت اضافي اللي كياخذوا من حياته من وليداته من مسارحه الشخصيه باش انه يتفرغ لا هو ولا اعضاء المكتب للدفاع عن المصالح ديال الموظفين ديال المديرين المديرين عامين المصالح ديال الجماعات. وشكرا.